في 17 من مارس عام 1969 وفاة الكاتب المصري أبو سعود الإبياري. ولد بحي باب الشعرية بالقاهرة في عام 1910، اشتهر بكتابة أشهر سيناريوهات الأفلام المصرية الكوميدية، ومن أشهر أفلامه أنت حبيبي والزوجة 13 وعفريتة هانم وطاقية الإخفاء والبحث عن فضيحة. كما قد شكل ثنائيا فنيا ناجحا مع الفنان إسماعيل ياسين وكتب العديد من أفلامه، فقد اشتهر بجمله الكوميدية المأخوذة من أشهر أفلامه، بل وانتشرت تلك الجمل بين أطياف الشعب المصري.